هنشوف تقرير دلوقتي سريعا عن احتفالية قامت بها شركة أمبرو للملابس الرياضية في المول اللي هو سيتي ستارز في مدينة نصر. هنطلع نشوفه، لكن في الأول أشكر زملائي في الاستوديو شمس هشام وإنجي صابر وريد الحديدي، وبشكر مرة تانية كابتن محمد رجب ريع ضيفي في هذه الحلقة، كما أشكر زملائي في الإعداد أحمد جلال رئيس التحرير وأحمد خيري وشادي ممدوح وعمر حسن وإيمان حفني وأحمد فاروق ومحمد عبد العاطي. واشكركم وبشكر الإخراج خالد ومحمد جهاد ومحمد حسن، وبشكر الإنتاج حسن وياسمين، وبشكر كل المصورين وكل زملائي اللي ساهموا في صدور هذا البرنامج بهذه الصورة، وأيمن كبابي المونتير. مشاهدينا الكرام، كده تنتهي حلقة اليوم من كورة أونلاين، نلقاكم الأربعاء المقبل في تمام السادسة في أمان الله. هنا في مسابقة أمبرو وانا عايز اسافر انجلترا واتفرج على الماتش هناك، عايزين نسألك ايه شعورك لما انت عرفت انك فزت؟ هو الحقيقة ان انا كنت فزت اصلا في دورة بلاي ستيشن اللي كانت منظمها يوتوبيا، هي الدورة دي كان المفروض الفايز بيها بلاي ستيشن 3 هو اللي يسافر الدورة، فانا فزت بيها الحمد لله، يعني ما دخلتش السحب، يعني هو دخلت اللي هو كسبت الدورة. عرفت منين موضوع الدورة؟ هي اصلا دوره بتنظم بقالها كتير، يعني بقالها تقريبا 18 شهر كل شهر فيها بتنظم دوره في 2 في 3، فهي 3 بقى المره دي هي اللي كان عاملينها اللي يفوز بيها هو اللي يطلع انجلترا ان شاء الله. الحمد لله فزت. طب الف مبروك. الخير يا جماعه، معانا كابتن وليد سليمان من نادي بتروجيت، كان هنا حاضر حفل توزيع جوائز شركه امبرو اللي هي بتاعت ماتش مصر وانجلترا. عايزين نسالك يا كابتن وليد، ايه رايك في ماركه امبرو؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ماركه امبرو ماركة عالمية وماركة كويسة جدا. احنا عندنا في النادي السنة دي لابسين امبرو، كابتن صفوت مدير التسويق هنا في امبرو قدر يلبس بتروجيت امبرو السنة دي، والحمد لله يعني ماركة كويسة جدا وكل الفرقة مبسوطة من الماركة اللي لبسها كويس جدا والشعر حلو علينا السنة دي، احنا ماشيين كويس جدا وبننافس على الدوري يعني ان شاء الله بإذن الله. نسأل حضرتك، انت ايه رأيك في ماركة امبرو؟ والله ماركة مميزة طبعا، كلنا عارفينها، يمكن 3 ارباع الدوري الانجليزي بيلبسوا امبرو، ماركة مميزة طبعا، وهنا احنا امبرو بتلبس فرق كتير السنة دي في الدوري زي حرس الحدود وبتروجيت وكان الاتصالات تقريبا، ما شاء الله يعني ماركة كويسة وعندهم ميزة ان ما بتلاقيش الحاجة اللي هنا يعني حد لابسها كتير، يعني ماركة مميزة. محمد نبيل من ادارة التسويق بشركة امبرو ايجيبت، عايزين نسأله يعني ايه الفكرة اللي خطرت لكم ان كنتوا تعملوا سابق في حكاية ان انت تصفر ناس لماتش مصر وانجلترا، وعايزين نعرف هي شركة امبرو بقالها قد ايه في مصر وايه اللي حققته من انجازات؟
والله احنا الحمد لله على مستوى الدوري الممتاز المصري لبسنا فرق، يعني ابتدينا تعاقدنا الموسم ده مع فرق زي مثلا فرقه محترمه زي بتروجيت وفرقه محترمه زي حرس الحدود، كتير من الاجهزه الفنيه فرق اخرى زي الاسماعيلي زي فرق كتير، انا يعني مش عايز انسى حد، ابتدينا نتعاقد معاها ويلبسوا المنتجات بتاعتنا كاجهزه فنيه، وان شاء الله معانا فرقه تانية دخلت جديد زي الجونه برضو على مستوى الفريق وعلى مستوى الاجهزه الفنيه. فالحمد لله دي كانت يعني احسن دعايه لينا ان احنا في السوق المصري ان احنا نلبس فرق بالحجم ده. طب احنا شركه امبرو باللي هي عملته المره دي انها عملت سابقه، ايه اللي متوقعينه من شركه امبرو انها تعمله سابقه في الايام اللي جايه؟ والله ان شاء الله يعني ننتظر مفاجآت تانية، واي اي اي حدث هيبقى موجود معانا هنقدر نستغله ونفرح بيه جمهور مصر ونفرح بيه العملاء بتوعنا، احنا مش هنتاخر عنه، وان شاء الله في مفاجآت باذن الله جايه، ونتمنى دايما ان احنا نحوز على رضاكم بالجوده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. احنا متشكرين جدا استاذ محمد، ونتمنى نشوف شركه امبرو من اوائل الشركات في مصر باذن الله.